هذا اليوم الدراسي حول موضوع إلى أي حد استجاب مشروع القانون المالية 2022 للمطالب ديال الفئات الشعبية والطبقة العاملة. فبالطبع سنتناول بالدرس والتحليل في هذا اليوم الدراسي إلى مدى استجابة الحكومة الجديدة للأوراش الكبرى، وخاصة ذلك من الورش الذي نادى به صاحب الجلالة حول الحماية الاجتماعية. كذلك سنقف إلى حد ما التزمت هذه الحكومة والأحزاب السياسية المكونة لها لالتزاماتها ووعودها إبان الحملات الانتخابية التي قامت بها ووعدت بتحسين الدخل للفئات الشعبية، وعدت بزيادات في الأجور، وعدت بمجموعة من المحاور التي تحسين العيش. ونحن نعرف بأن القانون ديال المالية هو الإطار العام اللي كتبان فيه كل السياسات ديال الحكومة. فهذا اليوم الدراسي غادي يأسس لموقف البرلمانيين ديال الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، وبالطبع إما المساندة ديال هذا المشروع ديال القانون المالية أو التصويت بالرفض التزامات للأحزاب الحكومية في هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالشطر المتعلق بالعدالة الجبائية، وخاصة ما يتعلق بالضريبة عن الأجور، خصوصا إذا علمنا أن هذه الشريحة الاجتماعية للأجورية تؤدي ضريبة ديالها عن الأجور بنسبة عالية تتراوح حتى 38% بانتظار وبدون تهرب جبائي، بالقياس مع فئات أخرى التي تمارس ما نسميه بالتهرب أو بالتهريب الضريبي. فنتمنى من هذه الورشة وهذا اليوم الدراسي أن تتمخض عن توصيات اللي تكون تأسيس لموقف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ويشارك في هذه الندوة خبراء ووزراء ومختصين في عالم الاقتصاد على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وبالطبع تكون إضافة كبيرة في المناقشة وإغناء مشروع القانون ديال المالية لسنة 2022. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.